مش كل الناس بتتمنى لك الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم اسماء عرابي. الفيديو ده المرة دي فيديو حياتي جدا. انا مش شخصية، يعني ماليش ان انا اتكلم في الدين طبعا، وماليش اتكلم في الحاجات دي خالص، بس هكلمكم على مواقف حياتية جدا احنا بنمر بيها اصلا. كم مرة بيحصل موقف بتقول كده بالعربي بيقفلني من اللي قدامي، زي مثلا اجي اقوله على حاجة انا فرحان بيها فحس ان رد فعله مش قوي، او ما حسش ان هو بيفرح لما يحصل لي حاجه كويسه، او بالعكس ده بيأذيني اكتر، بيدور على اذيتي. وبتسأل نفسك طب انا عملت له ايه؟ مع الاسف مش كل الناس بتتمنى لك الخير، دي حقيقه، بس انت بتبقى عارفها وبتتصدم برضو بعد ما بتبتدي تحتك بالناس دي تاني، وتلاقي ان فعلا مش كل الناس بتتمنى لك الخير. طيب الصدمة بتبقى جاية من ايه؟ الصدمة بتبقى جاية من يعني طب ليه؟ يعني انت بتستغرب لان هي جالك من ناس اصلا يمكن انت وقفت معاهم وساعدتهم، او ناس قريبين منك، فبتبدأ ان انت تزعل وتتضايق، ولا مش هحتك تاني بالناس ومش هشوف تاني الناس وكل الكلام ده. في الفيديو ده انا مش هفضفض معاك، في الفيديو ده انا هديلك خطوات ازاي تخرج نفسك اصلا من الموضوع ده خالص، فياريت تكمل معايا الفيديو للاخر. بتتفاجئ لما يحصل موقف في شغل من حد مثلا انت ساعدته وقفت جنبه كتير، ويكون هو اول واحد يديك مهموس في شغلك، او حد يكون قريب منك قوي كنت تبقى مش متوقع نهائي ان هو يصدر منه التصرف ده، او حد انت اصلا ما عملتلوش حاجة بس مع ذلك هو متضايق ان انت يعني فيك حاجة كويسة. انت هتتفاجئ اكتر ان في ناس بتتصل بيك عشان تطمن ان انت زي ما انت لسه في محنتك، لو انت في محنة، مش علشان تقولك ربنا يكون في عونك، او عشان تطمن عليك ها ربنا فرج عليك ولا لسه، لا هم بيطمنوا انت لسه في محنتك ولا لا عشان يفضلوا هم احسن. ناس بتفرح بأذية غيرها علشان يبقوا هم احسن منهم، ومع الاسف ده عيب تربية، وساعات بيبقى عيب شخصية، بس احنا مش مطالبين ان احنا نغير الناس، لان مع الاسف برضو احنا جوانا عيوب مش كل الناس راضية عنها، فعادي بنمر بكل الناس دي في حياتنا. خلينا اول حاجة نعترف ان الناس دي اصلا موجودة، لما تعترف ان هي موجودة مش هتتصدم لما تتعرض للموقف ده. تاني حاجة لازم تعترف بيها ان مش محدش بيتفق عليه حد 100% ابدا ابدا ابدا، مفيش حد بيتفق عليه 100%، الكل بيحبه او الكل بيكرهه، كل واحد غير التاني، فدي لازم تحطها قوي في حساباتك. اوعى تزعل، واحمد ربنا ان ربنا كشفهم لك في الوقت ده، وان ربنا خلاهم بلسانهم يقعوا بكلمة او بتصرف يثبت لك الحاجة دي. عشان كده بقولك اولا ما تغيرش المعاملة، بالعكس تعامل كويس، بس خد بالك من كلامك معاهم، خد بالك ان انت يعني ما تاخدهمش صحاب قوي، او ما تقربش منهم قوي، خلي علاقاتك بيهم من بعيد لبعيد، يعني انا احلى لا عايز منك عسل ولا عايزك تقرصيني. اول خطوه هتعملها ما تسالش نفسك كتير ليه، او هم عملوا كده ليه، او انا عملت لهم ايه خالص، بالعكس دي نفوس، احمد ربنا ان انت مش زيهم، ودي اول حاجه لازم تحمد ربنا عليها. تاني حاجه ودي المهمه جدا، خليك واثق في ربنا ان حتى لو هم ناويين بيك شر، او هم مش عايزين لك الخير، ربنا هينصرك عليهم وهتبقى احسن منهم كمان، خلي دي ثقه تامه جواك. ما تخليش الحزن ده يسيطر عليك 100%، لان انت لو قعد يسيطر عليك وقعدت تفكر طب هما ليه بيعملوا كده، طب انا عملت ايه، مش هتخلص، والشيطان هياخد دماغك ويجيبك ويوديك. اشتغل على نفسك اكتر، وحاول ان انت تطور من نفسك على طول، وحاول ان انت تبقى احسن طول الوقت، ما تشغلش تفكيرك بيهم، ربنا بيسيبش حد، اللي بيعمل حاجه صح ربنا بيديله الجزاء عليها خير، واللي بيعمل حاجه غلط برضه بتتردله وربنا بيجزى عليها زي ما هو ما عمل. اوعى تفتكر ان الدنيا ماشيه كده. وفي الاخر خد وقتك في الزعل بس ما تطولش فيه. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، واتمنى ان هو كان حاجه خفيفه واستفدتوا منها. ما تنسوش لايك وسبسكرايب وشير للفيديو. شكرا، دمتم بخير.